نادي الحمرية الثقافي الرياضي وضمن أنشطة عطلتنا غير نظم مهرجان الألعاب المائية الرياضية بشاطئ الحمرية، مهرجان حضره سعادة عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية. سعيد جدا التواجد في بلدية الحمرية على هذا الشاطئ الجميل لحضور ختام الألعاب الرياضية المائية اللي نظموه الأخوة في نادي الحمرية. المهرجان جزء من فعاليات عطلتنا غير اللي هي صيف الشرق الرياضي، وهذا يعطينا فرصة أكثر أن احنا نكتشف مواهب شابة جديدة تخدم نادي الحمرية بصفة خاصة وباقي مدن الإمارة. فكل الشكر والتقدير لكل من صمم وتعب واجتهد لإخراج هذا الحدث بهذه الصورة الجميلة. صورة جميلة زادت جمالا بمشاركة أكثر من 40 لاعبا مثلوا 8 أندية بالإمارة الباسمة. سعدنا اليوم باستضافة مهرجان الألعاب المائية الرياضية في منطقة الحمرية ضمن برنامج عطلتنا غير تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، الذي شرفنا بحضور سعادة عيسى هلال وفريق من مجلس الشارقة الرياضي. هذا المهرجان وهذه الألعاب الرياضية تمثل كيف اليوم القيادة في إمارة الشارقة تحرص على توفير كل سبل الأنشطة واستغلال الأوقات لدى الشباب في الإمارة. نحرص دائما على إعادة مثل هذه الفعاليات والأنشطة في نادي الحمرية الثقافي الرياضي سواء كان في البرامج الصيفية أو غير الصيفية، فانتظرونا إن شاء الله. نادي الحمرية حصد المركز الأول وسط تنافس شريف وروح رياضية عالية بين المشاركين. الحمد لله جبنا المركز الأول ونشكر كل الفرق اللي شاركوا. اليوم احنا كنا من بطولة مهرجان وجبنا المركز الثاني. إشادة جماعية بنجاح مهرجان الألعاب المائية الرياضية مما يجعل عطلتنا غير اسما على مسمى في الحمرية. أما مسك الختام فكان. شكرا سلطان.